86 مباراة حملها الثلث الأول من الرابطة المحترفة الأولى كانت كافية لبروز معالم الموسم الجديد، والفرق الطامحة للعب على اللقب وأخرى مصارعة من أجل البقاء. 11 جولة أبانت إيجابيات كثيرة، لكنها قابلتها سلبيات أضحت من العادة. فلنبدأ من الجانب المشرق، وهنا الطريق يقودنا إلى تيزي وزو، معقل الشبيبة القبائلية التي أكدت تعافيها وعودتها إلى سابق عهدها بالتنافس على الألقاب. الإدارة الجديدة بقيادة شريف ملل كسبت الرهان وأعدت فريقا تنافسيا لم يذق طعم الخسارة منذ بداية الموسم. وضعية أعادت الروح للأنصار الذين غزوا المدرجات، تفاءلوا وساندوا المدرب فرانك دوما في كل القرارات. اتحاد الجزائر ورغم النكسة الإفريقية إلا أن الفريق حافظ على توازنه وعاد بقوة ليحتل مركز الريادة مناصفة مع الشبيبة وبناقص مباراة، مؤكدا بذلك تقاليد المنافسة على الأدوار الأولى. حاله حال الوفاق الصيفي ثالث الترتيب والمراقب للصدارة، خاصة بعد طي صفحة المنافسة الإفريقية. في العاصمة المولودية التي بدأت الموسم بصعوبة بالغة، عقدتها تلقي شباك شعال لتسعة أهداف. الديكليك جاء بمناسبة الديربي، وأشبال صيفي تحرروا وافتكوا تسع نقاط في الثلاث مواجهات الأخيرة، وضعتهم في المركز الثالث رفقة الوفاق الصيفي ب 18 نقطة وبفارق 5 عن الصدارة. تأجيل الجولة ربما سيكون في صالح نصرية زير بلال التي تلقت خسارتين متتاليتين أدخلت الشك في نفوس المحبين، لكن تعزيز الثقة في الطاقم الفني والاستقرار كفيل بعودة الأمور إلى نصابها، كما حدث مع شبيبة ثورة صاحب المركز السادس والمتذبذب في النتائج. فقد حصد الفريق 5 نقاط من تنقلاته، لكنه ضيع 5 أخرى داخل القواعد. حامل اللقب شباب قسنطينة لحد الآن لم يثبت أنه يدافع عن عرشه، رغم الاستقرار الذي عرفه الفريق على كل المستويات والتدعيمات النوعية التي قامت بها الإدارة قبل بداية الموسم. تذبذب النتائج هي السمة البارزة على تحصيل مولودية بجاية، مولودية وهران، جمعية عين مليلة، أولمبي المدية، أهل البرج، أتليتيك بارادو، فيما الوضعية معقدة لثلاثي ذيل الترتيب. دفاع تجنان استهلك مدربين، لكن النتائج لم تكن كما اشتهاها الأنصار. أما اتحاد بالعباس لم يكن موفقا في تسيير فترة ما بعد التتويج بالكأس، ليتراجع آداؤه بنسبة كبيرة. شباب الوزداد المثقل بالمشاكل الإدارية والمالية لا يزال يبحث عن نفسه، والمشهد ضبابي لحد الآن رغم الفوز الأخير في الديربي، إلا أن النفق لا يزال طويلا. 11 جولة عجلت برحيل 7 مدربين، والرقم مرشح للارتفاع. بلغة الأرقام الثلث الأول من الموسم هزت فيه الشباك 180 مرة بمعدل أكثر من هدفين في كل مباراة. لقب أحسن هجوم بحوزة أبناء سوسترة بإمضائهم ل 21 هدفاً، والدفاع الأحسن تملكه الشبيبة القبائلية بتلقيها لخمسة أهداف فقط، فيما الهداف يبقى زكريا عيجي ب7 أهداف.